مساء الخير على كل جمهور النادي الاهلي وكل مشاهدين قناه النادي الاهلي. اولا كل سنه وانتم طيبين وحضراتكم طيبين بمناسبه مولد سيد الانام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم جميل، يوم عظيم، يوم رسول عليه الصلاه والسلام لما نزل للدنيا وقال جئت لاتمم مكارم الاخلاق. ليه ملحوظه او ليه يعني حاجه اقولها للجمهور، هي الاخلاق. الاخلاق دي اهم حاجه عندنا في الدنيا، لازم بس شويه يعني في قله من وجهه نظري في يعني بعض الناس في مصر عندهم شويه الا يعني لو قصرت معاك تقوم داخل خابط فيا، داخل خابط فيا في السوشيال ميديا، داخل خابط فيا مع اصحابي، داخل خابط فيا مع ناس. اتمنى من كل الناس ان احنا ناخد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حته بس اللي هي الاخلاق. لازم الكبير نوقره ونكبره ونعظمه. كان زمان وانا صغير تلاقي وانت ماشي في الشارع كده الراجل الكبير وهو معدي تقوم واخد ايده ومعديه عشان يعدي، حاجه جميله. يا ريت نشوف كل ده على ارض الواقع دلوقتي مع كل الناس، لان الحاجه دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. اخلاقنا واسلوبنا وحياتنا هو اللي نقدر نغير بيه مصر كلها، هي الاخلاق، ما عندناش حاجه تانية. نتمنى من كل الناس ان هي تتعامل بهذا بالمنظومه دي او بالاسلوب ده. ليه بنتعامل بالاسلوب ده؟ لان الاسلوب ده هو اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا عليه، قال لنا نعمل الاسلوب ده الاخلاق ونشوف اخلاقنا شكلها ازاي، نتعامل بعض باخلاق حميده. نتمنى ان الناس كلها يعني تعمل بمقوله الرسول عليه الصلاه والسلام جئت لاتمم مكارم الاخلاق. كل سنه وانتم طيبين، مولد نبوي جميل شريف، ربنا كده ما تكترش في الحلاوه، حلاوه المولد بكل انواع السنه دي كتيره جدا، اتمنى ان احنا ما نكترش فيها. لكن عندنا اخبار النهارده كتير، هنتنقل من كل الملاعب تقريبا، هنروح ملعب الهاندبول وهنطلع على ملعب الطايره وملعب الباسكت وسكواش وسباحه، هنلف عشان نشوف اخبار النادي الاهلي والنتائج الجميله للنادي الاهلي بيحققها وفي كل ماتشاتنا ما شاء الله علينا بنكسب. هنبدا بخبر اولاني، الناس كانت زعلانه والجمهور كان زعلان من فريق السيدات النادي الاهلي لكره اليد. كان خسروا مباراه من 3 ايام بالظبط، وكان الكابتن ياسر معانا يوم الاحد وكنا بنتكلم، خسر الماتش ده يوم السبت، خسر من النادي المعادي 27-24 فرق 3 اجوان. وكابتن ياسر لما جه قال كلام كتير في الحلقه وقال لنا ان انا يعني الماتش كان فيه دروب وكده. انا فعلا النهارده بيثبتنا فريق السيدات النادي الاهلي ان هم لسه في الميعاد، ماتش وعدى دي اوف بالنسبه لهم، وقدروا يكسبوا نادي المعادي امبارح في منطقه القاهره. كان بقى مش 27 كانوا خاسرين 27-24، لا كسبوا 25-8. اكتساح، هو ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا عايزينه من فرقه السيدات النادي الاهلي، من كل فرق النادي الاهلي، ان الخساره ما توقعناش، بالعكس تزودنا وتدينا امل وطموح للي جاي ونقدر نكسب. يبقى كده بالنسبه لسيدات النادي الاهلي بنقول لهم ايوه كان في داي اوف يوم السبت اللي فات، لكن النهارده بعد ما كسبتوا نادي المعادي 25-8 في بطوله منطقه القاهره، نتمنى ان في المرحله الجايه تركزوا على بطولة الجمهورية أو بطولة الدوري العام، وهي البطولة الأهم والأقوى في الموسم. هنكمل مع فريق السيدات النادي الأهلي ونروح لناشئات النادي الأهلي. قدروا يكسبوا نادي الزمالك مواليد 2000 بنات كرة يد. قدروا يكسبوا نادي الزمالك على أرض الأمير عبد الله الفيصل، الصالة الأمير عبد الله الفيصل في النادي الأهلي. 33-28، مباراة قوية. مباراة كانت مهمة جدا بالنسبة لبنات النادي الأهلي، أدوا مباراة جيدة جدا جدا جدا، أدارها كابتن محمد مهتدي باقتدار على أرض النادي الأهلي. الشوط الأولاني خلص 17-14، 3 أجوان فارق، وقدروا يكملوا الشوط وكان عندهم حماس وروح عالية جدا. هنخرج تقرير مع كابتن محمد مهتدي واللاعبات ونشوف قالوا إيه على الفوز الكبير على نادي الزمالك، وترجعوا لنا مرة تانية. احنا الحمد لله برضو ما زال بفضل ربنا عندنا روح النادي الاهلي موجوده بتفرق في كل وقت. في لحظه كده حضرتك بتلاقي الدنيا ممكن تفتح مننا شويه في الملعب، بس بتيجي تتلم تاني. الحمد لله البنات دي بقالهم فتره كبيره مع بعض، فبيقدروا في سنس ما بينهم في الملعب، في توافقات، بيقدروا طبعا الحمد لله يقدروا يستمعوا للتعليمات اللي بره، وبيبقى قبل الماتش طبعا وقبليها بيوم ويومين بنبقى مجهزين شويه حاجات في اللحظه اللي هيحصل كذا لو عندنا مش عارف ايه، يعني البدائل دايما موجوده الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، احنا لغايه دلوقتي يعتبر اول المجموعه،
بعد فوز النهارده كسبنا قبل كده نادي سبورتنج برضو طبعا من الانديه الثقيله في المرحله السنيه دي. لسه ان شاء الله عندنا في الدور الثاني عندنا فرقتين برضو من الفرق اللي هي تعتبر برضو احتكاك عالي، نادي الشمس نادي الطيران، والحمد لله برضو نادي الطيران يمكن كان عندنا ماتش معاهم في المنطقه من حوالي يومين، فالحمد لله ربنا كرمنا وكسبناهم، فدي برضو بتدي للولاد خطوه ايجابيه وحماس ان هم ان شاء الله يكملوا. فاحنا الحمد لله لغايه دلوقتي يعني متصدرين المجموعه الحمد لله. بصراحه احنا بقالنا فتره بننجز للماتش وعايزين عندنا اراده، عشان اخر ماتش كان السنه اللي فاتت الحمد لله يعني خسرنا وبتاع، بس احنا كنا نازلين عندنا اراده الماتش ده مش هننزل زي المره اللي فاتت، وحماسنا في الملعب طبعا هو اللي كسبنا يعني كلنا مع بعض وتعاوننا، والكابتن مهتدي وكابتن ياسر صلاح طبعا عملوا معانا مجهود كتير قوي، فالحمد لله يعني. طبعا الزمالك والشمس طيران دول اهم ثلاث ماتشات يعتبروا، يعني لو كسبناهم يبقى جمهوريه لينا ان شاء الله. الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله راضي عن اداء الفرقه، ولعبنا بروح كويسه وكنا كله بيساعد بعض، اللي بره كان زي اللي جوه، والحمد لله ربنا وفقنا في الاخر وكسبنا. يعني الزمالك كان هو بطل الدوري السنه اللي فاتت، فقدرنا ناخد حقنا بتاع السنه اللي فاتت وكسبناهم الحمد لله، ولسه يعني الدوري طويل. احنا استعدنا معنويا اكتر، عشان احنا السنه اللي فاتت بعد ما خسرنا كنا عايزين نعوض نقول لا، مش يعني كانت حاجه غصب عننا، كان ماتش هو اللي خسرناه فخسرنا الدوري، لكن احنا احسن منهم واحسن بكتير، واحنا طول عمرنا ابطال دوري، فاستعدنا معنويا اكتر الصراحه، فقدرنا يعني روحنا كانت هي اللي كسبتنا اكتر حاجه. في الاول كنا متوقعين نتيجه اكبر من كده، بس حصل كم خطا كده، بس رجعنا السكور لورا، بس يعني روحنا رجعنا نقدر تاني ونكسب فرق خمسه الحمد لله. طبعا احنا كنا متوقعين في السكور لينا، علشان احنا بقالنا كتير طبعا بنجهز للمباراه دي يعني، او البطوله بتاعت الجمهوريه، لان احنا بنهتم جدا ببطوله الجمهوريه اكتر حاجه، بس فكان كنا متوقعين طبعا ان احنا نعمل حاجه كويسه النهارده ان شاء الله. اول حاجه الله يبارك في حضرتك، لا احنا كنا جايين عارفين ان احنا هنكسب وبنلعب جامد في الملعب، كانت روحنا كويسه الحمد لله، وكنا متوقعين ان احنا هنكسب، يعني النتيجه كويسه وكلنا راضيين عن ادائنا. يعني ده ماتش من المباريات اللي هي كانت جامده، ما كانش سهل، بس احنا الحمد لله يعني احنا كنا احسن منهم وادينا احسن منهم، فربنا وفقنا الحمد لله. والله يعني هو شرف ليا طبعا، يعني احنا اولاد النادي الاهلي ومتربين في النادي الاهلي، يعني هو الدور بتاعنا كله اللي هو تنظيم شغل الجهاز كله والمباريات والماتشات ولعبه المنتخبات واي حاجه تخص الجهاز بره خارج الحدود الملعب، وجوه الملعب يعني بيبقى في المباريات وكلام من ده. وعودي يعني احنا في حاجه جديده السنه دي ان شاء الله باذن الله، يعني بنشكر فيها مجلس اداره النادي الاهلي واداره النشاط الرياضي كابتن رؤوف ان هو اتعمل حاجه جديده السنه دي، اللي هي عقود احتراف للفريق الاول للسيدات السنه دي، هتطبق ان شاء الله باذن الله خلال الشهر الجاي بامر الله. زي ما شفنا قدامنا عاجبني قوي، عاجبني جدا البنات النادي الاهلي. هو احنا خسرنا السنه اللي فاتت واحنا مش ناسيين، تخيلوا ان اللعيبه عندنا في النادي الاهلي مش ناسيه من السنه اللي فاتت، بقى لها سنه مستنيين ماتش عشان يكسبوا، عشان يقولوا للناس احنا موجودين، احنا الحق، احنا الاحسن. هي دي روح النادي، هي دي روح الجماهير اللي هي دايما بتدعم فرق النادي. اكيد هم حسوا ان هم خسروا، وحسوا ان هم عملوا حاجه مش مظبوطه، خسروا ماتش، ازاي نخسر ماتش في النادي الاهلي؟ عشان كده قدروا السنه دي يكسبوا، وقدروا هم مبسوطين بالمكسب وشايفين نفسهم ان هم يقدروا يتقدموا في المرحله الجايه. هنسيب ملعب الهاندبول ونسيب كره اليد وهنطلع على ملعب كره السله، والاستعداد كابتن طارق خيري المدير الفني للنادي الاهلي لكره السله الرجال للماتش المهم، ماتش مهم مع نادي الزمالك في الدور الثمانيه في بطوله الدوري المرتبط، مباراه مهمه جدا يوم 9 و10، يوم 8 و9 عفوا. بيستعد هو الراجل، قال انا عندي الحمل البدني لازم اعليه، لازم اطلع بالحمل البدني، بس مع الحمل البدني لازم يكون متواجد معايا مباريات. بيقرر ان هو هيعمل كذا مباراه وديه قبل ما يوصل لمباراه الزمالك، لان المباراه دي مهمه، مباراه ذهاب وعوده، اللي يكسب فيهم مجموعه الماتشين يعدي ويوصل للدور اللي بعديه. نتمنى ان فريق كره السله يكون في الميعاد، عايز يجهز اللاعبين المصابين عنده في الثلاث ماتشات. اتمنى ان في الوقت اللي جاي فريق كره السله يكون في الميعاد، مباراه مهمه جدا في بدايه السيزون، احنا خلاص احنا يعني دخلنا في نص السيزون يعتبر، لكن مباراه مهمه جدا لفريق كره السله رجال بالنادي الاهلي. هنروح لفريق السله سيدات، فريق السله سيدات
بيواصل استعداده لايه؟ لمواجهه نادي الصيد في صاله الصيد ان شاء الله الخميس اللي جاي. فريق السله سيدات ماشي مظبوط وعنده دور الثمانيه مع نادي الصيد برضو ذهابا وايابا، ومباراه مهمه. نادي الصيد من الفرق المنافسه في بطوله السله في دوري السله سيدات. نتمنى ان شاء الله في المرحله الجايه كابتن ايهاب الالفي وسيدات الاهلي يكونوا برضو في الميعاد، لان كلها خلاص مباريات مهمه واللي بيخسر بيطلع لبره في كره السله. هنمشي ملعب كرة السلة وهنروح لملعب كرة الطايرة. كرة الطايرة وكابتن محمد عبد المنعم. كابتن منعم مصاب إصابة خدت وقت طويل، رجع الملعب خرج تاني، فعلا كلنا متضايقين، لكن هو الراجل بيؤدي تدريبات علاجية. المفروض إن الجهاز الطبي خلاص أقر إن هو في ظرف شهر يعود للملاعب مرة أخرى. كابتن محمد عبد المنعم قابلته كتير في النادي، وكابتن منعم نفسه يكون متواجد. الراجل بيقول أنا عايز ألعب حتى لو محتاجيني. يعني قال لي السنه اللي فاتت كان في بطوله افريقيا كان عنده مشكله مع برده في رجليه، والراجل قال لي كده، قال لي صدقني انا قعدت مع كابتن ميدو وقلت له محتاجيني انا هنزل العب، وقدر ينزل يلعب والراجل اتصاب تاني. لكن هو عشقه وحبه للنادي الاهلي وحبه لمكسب البطولات مع النادي الاهلي بيخليه يعمل ده. هو دلوقتي بيتمرن على زي ما بيقولوا على قدم وساق، بيتمرن الصبح وبالليل، والراجل مهتم جدا جدا جدا. كابتن منعم نتمنى الشفاء والعوده سريعا للملاعب، لان هو حد من العناصر المؤثرة جدا 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 في النادي الأهلي. هنسيب كرة الطايرة وهنروح لكرة الطايرة سيدات. يعني هنخرج من الرجال ونروح سيدات، معلش الأخبار النهاردة كتيرة عندنا، فلازم يعني عايز أخلص الأخبار سريعة لأن الوقت بيجري بسرعة. نخليها في كرة الطايرة سيدات واستعداداتهم لمباراة نادي الزهور. نادي الأهلي سيدات كسب ثلاث ماتشات، كسب أكتوبر والطيران ونادي الزمالك، ومتأجلهم ماتش واحد يوم 26 نوفمبر مع الصيد، هيقابل الزهور الجمعه اللي جايه باذن الله. كابتن حمدي الصافي بيقول ان الفرقه بتؤدي لغايه دلوقتي بشكل جيد جدا، مبسوط من اداء البنات او السيدات النادي الاهلي مع انهم ناقصين اثنين لعيبه مهمين. بيتمنى ان هو كل ده استعدادات. ايه البطوله الاهم عنده اللي هو التارجت اللي جاي؟ البطوله العربيه في مصر اللي هو كان حامل لقبها السنه اللي فاتت لما كسب مولوديه الجزائر في مصر، وكسبها عفوا المجمع البترولي، كسبها وكسب 3-0. هو عايز يكرر الانجاز وبيتمنى الانجاز يكمل مكتمل بيه الرباعيه للكره الطايره. هنسيب الالعاب الجماعيه وهنروح للالعاب الفرديه. الالعاب الفرديه حاجه مهمه جدا، هي ارقام كتيره، ارقام وبطولات وميداليات بتحقق سريعا. يعني الفرقه بتحقق ميداليه لكن ال 10 لعيبه حققوا 10 ميداليات. فريق الاسكواش، فريق الاسكواش في عنده كان عنده بطوله في طنطا، وبطوله كان حقق نتائج رائعه. البطوله كانت من 15 ل 19 نوفمبر، قدروا يكسبوا 19 كاس. ما فيش حد عمل ده، 19 كاس من في البطوله، ما فيش فرقه في بطوله طنطا.